يا صحابي، النهاردة يوم مش عادي. معانا النهاردة منافسين قويين. أول منافسة هي لاريا مجيد، وهي بنوتة صغيرة خالص في سنة أولى ابتدائي، يعني أكتر حاجة بتحبها هي اللعب والعرايس، يعني ساعات مش بتهتم بالحفظ كتير. لكن لما تقرر إن هي تغير المعتاد وتتحدى حد في 5 و6، يعني ده شيء غريب شوية، لأن كل اهتماماتها هو اللعب وبس. فتعالوا نشوف هي بتوجه رسالة للمنافسة بتاعتها وبتقول لها ايه. اوعى تفكر انها قطة طيبة، لا انا قطة اللي بتخربش. انا جاي اوجه رسالة لكلمين، يا كلمين ذاكري كويس عشان المباراة بينا هتكون جبار. انتي اكبر مني بس اوعي تستقلي بيا، واوعدك ان انا اللي كسبان، بس مهما حصل احنا لسه اخوات. بعد الكلام اللي احنا سمعناه ده، تفتكروا يعني ان المنافسة بتاعتها هتسكت لها، ولا هيكون ليها رأي تاني؟ المنافسة بقى بتاعتها هي كرمينة نشأت. وكرمينة انا مثلتها بشخصية الدب، لان هي في سنة 5 و6 ابتدائي، يعني بالنسبة لإلاريا هي حاجة كبيرة. يا ترى ايه اللي هيحصل بينهم؟ تعالوا نشوف رسالة كرمينة. واستنوني مع مباراة قوية جدا قدام إلاريا مجيد، وأنا بتحداها وبقول لها يا إلاريا ما تستهونيش، أنا أنت مش قد، أنت أشط بس أنا أقوى، وخليكي عارفة إن أنا الكسبان. بس خلي بالكو، إحنا محورنا هو بابا يسوع. بعد كده بقى، يا ترى المنافسة بعد ما سمعنا ده دي بتقول لها ايه ودي بتقول لها ايه؟ يا ترى المنافسة هتكون ما بينهم شكلها عامل ازاي؟ يا ترى هتكون منافسة قوية، ولا هتكون منافسة نص نص، ولا هتكون منافسة ضعيفة؟ انا عن نفسي شايفة ان هي هتكون منافسة قوية جدا، واظن ان محدش منهم هيستسلم بسهولة. يعني سواء كرمينة، هي صحيح في 5 و6، لكن هي شاطرة جدا، مهما كان قدامها شوية كده صعوبات بتعرف ازاي تتغاضى عنها وازاي تعديها عشان توصل للي هي عاوزاه. وطبعا مفيش حاجة صعبة على كرمينة اظن، يعني تمام. وبالنسبة بقى لإلاريا، إلاريا على الرغم ان هي ممكن تكون يعني في سنة اولى ابتدائي، ورغم ان هي ممكن تكون صغيرة، لكن انا متأكدة ان في رأي تاني وكلام تاني إلاريا اكيد اكيد هتبينه وسط المنافسة اللي ما بينهم. إلاريا مش سهلة ومش هتسكت ابدا ابدا، اكيد اكيد هي متحمسة وهي عاملة حسابها لكل حاجة، ومتأكدة ان هي هتكون قد التحدي. وقت ما اختارت ان هي تتحدى سنة 5 و6، اكيد هي قد التحدي، لان هي وافقت تتحدى سن اكبر من سنها. بس مع جو الاثارة والتشويق اللي هيبقى ما بينهم ده، اكيد احنا مستنيين حاجة اكتر مما احنا نتخيل. بس يا ترى ايه اللي هيحصل ما بينهم؟ ده اللي انا مش قادره اعرفه، بس احنا اكيد هنعرفه مع بعض لما هنشوف الحلقه ان شاء الله اللي ما بينهم، والتحدي اللي ما بينهم ان شاء الله النهارده بالليل. اتمنى ان انتوا تستنونا عشان تشوفوا ايه اللي هيحصل ما بينهم، ويا ترى مين فيهم اللي هيقدر يكمل. اكيد هيبقى لقاء مشوق ومثير.